بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين صل على محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين هذه الرواية تسرد لنا أحداث ليلة العقبة في غزوة تبوك والاحتجاجات التي دارت مع المنافقين بين رسول الله صلى الله عليه واله وبين المنافقين. في البدء نقول أن المنافقين كانوا يريدون قتل أمير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام وذلك لحسدهم على امير المؤمنين بأن كل الفضاء اجتمعت في مكان وهم من كل فضيله براء لا يملكون اي فضيله ورسول الله صلى الله عليه واله كان يصلح بالحق ويذكر فضائل امير المؤمنين دائما بل نقول ان المنافقين كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه واله، اكثر من ذلك في حياه رسول الله محاولات اغتيال رسول الله اعطاء السم لرسول الله وفي ليله العقبه تنفير ناقه رسول الله لانهم تعبوا من رسول الله صلى الله عليه واله، رجل يحكم بيد الامر والنهي وله الفضائل والكمالات الناس تحبه تطيعه الى متى؟ ولولا ان رسول الله صلى الله عليه واله جلب لهم الدنيا هذول العرب اللي هيك ما كان عندهم ابد واذا بهم يصبحوا ملوكا واذا بهم يصبح لهم شان كبير <applause> الذين كانوا يقتاتون القده والورق اذله خاسئين كما تذكرهم فاطمه الزهراء سلام الله عليها. فاذا بهم الجواري من ايران، الجواري من الروم تاتي الى بيوتهم. الاموال تاتي اليهم في الحروب كانوا ينتفعون من الاموال، لولا هذه القضيه لم يريدوا لرسول الله البقاء في الدنيا لحظه واحده. فاذا ابقاء رسول الله صلى الله عليه واله انما لانه جلب لهم الدنيا. وبعد ذلك ملوا من اطاله رسول الله صلى الله عليه واله. 23 سنة يدعو إلى الرسالة عشر سنوات في المدينة المنورة هم كانوا يريدون الاستيلاء على الحكم فلذلك أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ووفقوا بالنتيجة فالنتيجة وفقوا لذلك فهم في حياة رسول الله أرادوا إبعاد رسول الله وإبعاد ذريته وأهل بيته كلهم لذلك في نهج البلاغة ابن أبي الحديد في شرح النهج يذكر مقطع من كلام أمير المؤمنين فالواحد يجي يسأله يقول سيدي يا علي ابن أبي طالب لو كان لرسول الله ابن رشيد هل كانت العرب تقلدها أمرها تتبعه أمير المؤمنين يقول لو هذا الابن الرشيد كان يتبع أهواء العرب اهواء هذه القبائل الرسول ما كان يخلفه ولو كان هذا الابن الرشيد يكون كما انا يصدع بالحق يتبع اوامر رسول الله طبعا العرب كانوا يقتلونه في زمن رسول الله كانوا يقتلونه حتى لا يتورطون بعدين به وهنا كلمه حقيقه ثقيله على القلب يذكرها امير المؤمنين سلام الله عليه انا ذاكرها يقول في المجلد العشرين صفحة 298 ابن أبي الحديد قال له قائل يا أمير المؤمنين أرأيت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم وآنس منه الرشد أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ بعنوان قائد قال لا بل كانت تقتله ان لم يفعل ما فعلت العرب انفسهم ان العرب كرهت امر محمد صلى الله عليه واله وحسدته على ما اتاه الله من فضله واستطالت ايامه الرسول اطال في الحكم عشر سنوات في المدينه ده يحكم قبل ذلك في مكه كان في مكه بالمعارضه ومضطهد واستطالت ايامه حتى قذفت زوجته ماريا ونفرت به دابته في العقبه اللي في هذه الروايه نذكر تفصيلها ان شاء الله مع عظيم احسانه اليها وجسيم مننه عندها الرسول اخرج العرب من الذل الى العز شنو اكثر من هذا؟ من الفقر الى الغنى من العبودية إلى السيادة في زمن أمير المؤمنين العرب كانت تحكم خمسين دولة من دول العالم اليوم حسب ما حققه بعض المحققين منها إيران والعراق وسوريا فلسطين و وخمسين دولة من دول العالم اليوم يعني خلال فترة وجيزة من حكومة رسول الله دون الخمسين سنة دون الأربعين سنة العرب وصلت قامت تحكم تقريبا نصف العالم شلون هذا عز وأجمعت مذكانة حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته اتفقت بينها على أنه لا يحصل أهل البيت على شيء من الحكم أبدا في حياة رسول الله لذلك عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله الثاني قام خطيبا ويقول لم يمت لم يمت محمد لأنه هذا الآن الخطة هي مو كاملة بعدين أتوا بمجموعة بقبيلة من القبائل في بعض الروايات أو في بعض النقول التاريخية ثلاثة آلاف مسلح دخلوا في مدينة رسول الله مثل حالة احتلال من لم يبايع الأول فنضرب عنقه والناس مخافوا اللي بقى في بيته واللي طلع وراح بايع واللي فر من المدينة وخرج من المدينة لذلك انقلبوا على أمير المؤمنين كانت خطة مدروسة أن لا يصل الأمر إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته، ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة. يجي يقول أنا خليفة رسول الله، ذاك العباسي. الهارون، المتوكل، المأمون، المعتصم، هؤلاء يقولون نحن خلفاء رسول الله، الأول والثاني والثالث. لولا أنهم يستقون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما قال يزيد لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا واحد نزل كانوا ينكرون كل شيء بس شنو اعتبارهم شرعيتهم عند الناس عند المسلمين عند هذه الدول العظيمة في الدول العظيمة باسم رسول الله صلى الله عليه لذلك ما كانوا يقدرون يتجاوزون رسول الله ذلك قال لا والله إلا دفنا دفنا أبيت إلا أن يرفع اسمك مع اسم الله عز وجل ولولا ان قريشا جعلت اسمه ذريعه الى الرياسه وسلما الى العزه والامره لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا ولارتدت في حافرتها ترجع ترجع على نفس الذل اللي كانوا فيها وعادق ريحها جذعا القارح الابل اللي اكملت خمس سنوات والجذع عاده اللي اكملت اربع سنوات أربع سنين فتعود إلى القهقرة وبازلها بكرة البازل يعني ما نبت نابها من النياق مثلا البكر يعني الفتية من الجمال يعني بعد إن الناب لم ينبت يعني تعود القهقرة تعود إلى الخلف ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها بعدما انتشرت البلاد الإسلامية الفتوحات كثرت فقالوا هذه من اراده فلان وفلان مو لعظمه الاسلام، مو للمبادئ القيمه التي حملتها حملها الاسلام، لا لا مو لذلك وانما من اراء ولاتها وحسن تدبير الامراء القائمين بها فتاكد عند الناس ان انا الحزين حقيقه الحزن كل الحزن في هذه كلمات امير المؤمنين، حقيقه واحد لازم يبكي فتأكد عند الناس يعني بعد ان يغيروا المعادله الاعلام يغير تشوف القناعات تتغير اهل البيت سلام الله عليهم هم بيدهم الخير والبركه وتلك الفتوحات الاسلاميه كثير منها كانت بتخطيط من امير المؤمنين ومن الامام سيد سيد الشهداء الامام الحسن الزكي سلام الله عليهم اجمعين يعني هالمقدار اللي لم يطغوا اكثر والا الثاني كان لو يدخل هو في الحرب امير المؤمنين بقاه في المدينه قال له ابقى ليش؟ لانه هو جبان لو يدخل في الحرب في اي قضيه في حرب ايران ينهزم فاذا القائد انهزم طبعا الجيش كله يتلاشى فلا انت ابقى في المدينه خير لك ان تبقى فاللي تمكن من حفظه امير المؤمنين حفظه ومقداره من اللي ظلمه طبعا ما دام ذاك القائد فهو يظلم وماذا يفعل امير المؤمنين الا حفظ ما يمكن حفظه فهنا فتاكد عند الناس نباهه قوم وخمول اخرين مجموعه ارتفعوا مجموعه خمل ذكرهم بعد احد ما يذكرهم لا على الالسن ولا عند احد ولا في المجالس من الذي خمل ذكره؟ فَكُنَّا نَحْنُ مِمَّنْ خَمُلَ ذِكْرُهُ وَخَبَتْ نَارُهُ إحنا أهل البيت وَانْقَطَعَ صَوْتُهُ وَصِيْتُهُ حَتَّى أَكَلَ الدَّهْرُ عَلَيْنَا وَشَرِبْ ونسينا خلاص الناس نسونا نهائيا يعني. ومضت السنون والأحقاب بما فيها ومات كثير ممن يعرف ونشأ كثير ممن لا يعرف الناس المعروفين اللي كانوا في زمن رسول الله لهم شأن مات كثير منهم فأتوا مجموعة جهلة صغار لا يعرف لهم شأن وتقلدوا مقاليد الحق ولذلك هكذا انحرفت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولولا الأئمة سلام الله عليهم ولولا ثورة سيد الشهداء خلص لما بقي من الإسلام حتى اسمه وحتى رسمه اذا العرب كانوا حاقدين على رسول الله صلى الله عليه واله طبعا يحقدون على امير المؤمنين ما قدروا يتجاوزون رسول الله في حياته ولا بعد ما مات لانهم كانوا يحتاجون الى اسمه ولكنهم تجاوزوا عن اهل بيته عبره وعبره نسبوا الكذب اليهم لا يصلي عندما يقتل امير المؤمنين او كان يصلي هذا الرجل أو كان يصلي قتل في المحراب هكذا غيروا المعادلة المحور الثاني من البحث أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة عندما يذهب إلى غزوة تبوك تبوك منطقة بين المدينة والشام فأمير المؤمنين بقي في المدينة والرسول ذهب لأن الله أراد كذلك الله عز وجل أراد أن يخلف علي رسول الله صلى الله عليه وآله هنا بعض المنافقين قاموا في المدينة يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله مل من علي بن أبي طالب تعب منه فأبقاه في المدينة حتى لا يصطحبه وياه لا يصحب معه أبقاه في المدينة أمير المؤمنين خرج من المدينة بعد أن كثر القيل والقال إلى رسول الله كأنما يوم طريق مشى رسول الله صلى الله عليه واله هناك قال لما خرجت؟ ما الذي اتى بك الي؟ قال كلام الناس قال فهنا من الموارد التي ذكر رسول الله صلى الله عليه واله فيها حديث المنزله ان تبني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي في غزوه تبوك. فامير المؤمنين رجع من حيث اتى. السؤال هنا ان كان علي بن ابي طالب مستخلفا في المدينه كيف يخرج؟ لكلام بعض الناس المنافقين خرج من خالف امر رسول الله صلى الله عليه واله وامر الله عز وجل في البقاء الجواب كلا. اولا الاستخلاف شنو معنى الاستخلاف؟ يعني انت تبقى انت خليفتي في المدينه انت خليفتي عند خروجي خب هل الامير قد يخرج للسفر من الاسفار؟ يعني غزوه رسول الله صلى الله عليه واله قد تطول شهر. قد تطول شهريا اكثر اقل فاللي موجود الان وهو خليفه الرسول صلى الله عليه واله هل معناه انه يظل في دار الاماره مثلا في المسجد ولا يخرج من المسجد له يمكن واحد يطلع يسافر يوم يومين يفتر على بعض الاقضيه على قضايا وشغلات طبيعه الحاكم هكذا فخروج امير المؤمنين مو معناه انه ترك الخلافه وانما هو التزم الخلافه وكان خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وكان في المدينه يدير الشؤون فخروجه لمده يوم او يومين هذا ما يضر وليس النهي عن الخروج المطلق انه سور مدينه ما لازم تطلع منه لا فاذا هذا لا يستشكل على انه لما خالف علي بن ابي طالب امر رسول الله بالبقاء في المدينه امر رسول الله في الاستخلاف وقد استخلفه ليس اكثر من ذلك النقطه الثالثه هنا في هذه الروايه كلام الحيوان مع رسول مع امير المؤمنين المنافقون حفروا حفيره لعلي بن ابي طالب سلام الله عليهما ليقتلوه كما نقرا في الروايه نحن نشير الى النقاط التي تهمنا في البيان المقدمي والتمهيدي وبعد ذلك ناتي الى الروايه فحفروا حفيره ارادوا قتل علي بن ابي طالب فرس علي بن ابي طالب سلام الله عليه لوى عنقه وتكلم مع امير المؤمنين تكلم مع امير المؤمنين انه يا علي هنا حفره المنافقون حفروا لك حفره وبعد ذلك هذا الفرس طبعا الفرس يذكر ويؤنث يعني فرس يعم الذكر والانثى فقالوا فخاطب الفرس القوم الذين كانوا مع امير المؤمنين وهم المنافقون ايضا الذين ارادوا ان يدفنوا عليا بعد ان يقع في هذه الحفيره باحجار كانت على اطراف الحفيره. فقالوا هنا حفيره وكذا، طبعا مروا من الحفيره بسلام. فهل من الغريب ان يتكلم الفرس مع امير المؤمنين، ان يفهم امير المؤمنين كلام الفرس؟ كلا. هذه قضيه قرانيه. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. علمنا يا أيها الناس علمنا منطقة الطير النبي سليمان يقول وتفقد الطير هدهد قال ما لي أرى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين بعد أن يأتي الهدهد ماذا يقول جئتك من سبأ بخبر يقين فإذا كلام الحيوانات مو غريب حتى البعض يجي يهرج ضد بعض رواياتنا في كلامه مثلا عفير حمار رسول الله صلى الله عليه واله مع الرسول كلام الحيوان شيء عادي مو شيء مستغرب اذا كان احنا نقبل القران كمرجع القران هو الحكم العادل طبعا قضيه العفير هم ايضا ينقلونها بطريقه اخرى يعني عنده في مصادر المخالفين اذا هذا شيء مو غريب وواضح يعني لا شبهه ولا اشكال فيه جواز فهم كلام الحيوانات وتكلم الانسان مع الحيوانات هذا شيء بسيط ويدل عليه النص القراني. اما حديث المنزله اللي هي هو محور البحث حديث المنزله انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي هذا الحديث ذكره رسول الله صلى الله عليه واله بمضامين مختلفه في في رواياتنا رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من مكان في الإخاء الذي آخى بين المسلمين في مكة عندما آخى مع علي بن أبي طالب نفسه فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى في المدينة خمسة أشهر بعد الهجرة أيضا كان هناك إخاء ثاني فذكر ذلك أيضا في قضية غزوة التبوك محل بحثنا ايضا ذكر رسول الله صلى الله عليه واله هذه الروايه عند سد الابواب وسد الابواب الا بابه ايضا ذكر حديث المنزله حديث المنزله من اهم الاحاديث التي تدل على امامه وخلافه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام سنده معتبر ودلالته قطعيه اما السند عند الشيعه حديث مستفيض بالمتواتر، عند المخالفين ايضا حديث المنزله حتى مثل ابن تيميه الحاقد على الشيعه والحاقد على امير المؤمنين يقول بان هذا الحديث حديث صحيح. حتى السيوطي الناصبي يقول بان هذا الحديث حديث صحيح. الحاكم النيشابوري يقول بصحته، ابن عبد البر في الاستيعاب يقول بصحته. الذهبي الحافظ يقول بصحته. ابن ابي الحديد يقول هو صحيح عند كل المسلمين، عند جميع المسلمين. بل الاغرب من ذلك انه الحاكم الحسكاني كان محدث في القرن الخامس الهجري. ينقل عن استاذه، الحاكم الحسكاني ينقل عن استاذه ابو حازم حافظ عبدوي. يقول بان استاذي قال بان لي في حديث المنزلة خمسة آلاف سند خمسة آلاف سند في حديث المنزلة فهو حديث متواتر قاطعي لا شك في سنده عند الفريقين بل حتى أعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه قبلوا هذا الحديث مأمون العباسي في مجلسه بحثا مع مجموعة من الفقهاء هو الذي ذكر حديث المنزلة المعمون العباسي معاوية أتي إليه بسعد بن أبي الوقاص سعد بن أبي الوقاص كان عدو لأمير المؤمنين فقال لسعد العن عليا ما لعن هو عدو لأمير المؤمنين ولكن لم يلعن قال لم لم تلعن قال في أمير المؤمنين ثلاثة مزايا لو كانت لأي واحد واحدة لكفته إحدى المزايا حديث المنزلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى فسعد بن ابي الوقاص يقول امام معاويه ومعاويه يقول لذلك اذا لا تلعنه يعني معاويه يقبل بهذا الحديث عندما يسمعه من سعد بل ابن عبد الملك ابن مروان ايضا قبل هذا الحديث ولكن حرفه يعني هو يقبل الحديث ولكن حرفه قال ان تبني بمنزله قارون من موسى غير هارون بقارون مضحك يعني هذا التغيير إذا هو يعني حتى ما يقدر يتجاوز هذا الحديث لأنه حديث مسلم متواتر ولكن يجي يحرفه يقول لا مو هارون قارون فإذا سند الحديث لا بحث فيه البعض أشكل في الدلالة عموما هذول تشوفوهم النواصب المخالفين لأمير المؤمنين ماكو فضيلة إلا يريد يسقطها عن الاعتبار شنو المخالفة قالوا بأن حديث المنزلة أن متى قاله رسول الله صلى الله عليه وآله قاله عندما أتى أمير المؤمنين إلى رسول الله قال القوم هكذا يتكلمون عني في المدينة الرسول قال له لا يهمك هذا الكلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى خب كما أن النبي موسى خلف هارون عندما ذهب إلى جبل الطور رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته خلف أمير المؤمنين على المدينة وفي هذه الفترة فقط فترة غزوة تبوك هذا مو مهم يعني هذه الخلافة كانت خلافة وقتية في حياة رسول الله مو خلافة مطلقة فإذا هذه الرواية لا تدل على خلافة أمير المؤمنين المطلقة حتى بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أشكل بعض علماء المخالفين ولكن هذا حديث كلام باطل بين البطلان ليش أولا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مثل جابر جابر يقول عن هذا الحديث جعل الرسول في مضمون العبارة له الإمامة بعد وفاته يشوفوا صحابي رسول الله يستفيد من هذه الكلمة أن الإمامة العليين والخلافة العلي بعد مماته ما بل ابن أبي الحديد يصرح يقول كل المنازل لأمير المؤمنين اللي كانت لهارون إلا النبوة وهذا الاستثناء هو الذي يدل عندما تقول أنت مني عندما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا يعني كل ما لهارون لك الا النبوة يعني بده يستثني مورد واحد شنو المورد النبوة معنى الاستثناء اذا كل ما كان لهارون ما الذي كان لهارون؟ كان لهارون الاستخلاف عند فقد موسى وهو هذا عند فقد موسى عند عدم وجود موسى على نبينا واله وعليه السلام، فلامير المؤمنين سلام الله عليه الاستخلاف عند فقد رسول الله صلى الله عليه واله سواء كان حيا او لم يكن حيا. لذلك لاحظوا ما الذي لهارون؟ اولا اكبر شخصيه بعد موسى في بني اسرائيل كذلك امير المؤمنين. اعظم شخصيه عند الله بعد موسى كذلك امير المؤمنين. لذلك في هذه الرواية يقول لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي لا ينبغي أن أذهب أني يعني أذهب إلى هذه السفرة أو مطلقة. مطلقة مو محدد كان أعلم قومه هارون كذلك أمير المؤمنين كان معصوما من الخطأ كذلك أمير المؤمنين اللطيف المشابهة حتى في أسماء الأبناء هذا حسن شبر باسم ابن هارون وحسين شبير بابن اسمه هارون باسم ابن هارون ايضا والمشابهه كذلك ان هارون بعد ذهاب النبي موسى عليه السلام تركه قومه كذلك امير المؤمنين سلام الله عليه ان هارون صبر لحفظ ما يمكن حفظه من شريعه موسى سلام الله عليه كذلك قوم موسى عبد العجل كذلك قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللطيف هذه هذا الحديث حديث المنزله وفيه اشاره بل تصريح الى ان ما لم... هارون إن... علي بن ابي طالب اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا هارون اخي هارون اشدد به ازري واشركه في امري شنو الامر؟ من الخلافه نعم النبوة مستثنى النبوة وأيضا يوشعب يوشعب بن نون هذا كان وصي موسى بعد ما مات موسى كان مأمورا حسب الآيات بأن هارون خلفه موسى كان مأمورا باتباع موسى فمن كان من كان يخلفه من كان وصيا للنبي صلى الله عليه وآله يعني هم يعتقدون بأن الخلافة للأول والثاني عليه أن يتبع أمير المؤمنين كما اتبع يوشع بن نون اللي كان وصيل موسى اتبع هارون وكان عليه أن يتبع هارون فإذا هذا هذه الرواية من أفضل الروايات التي تدل على خلافة أمير المؤمنين وتدل على أن ما يجري على أمير المؤمنين هو الذي جرى على هارون عليه أفضل الصلاة وأسك السلام لاحظوا الكتاب ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله من الاحتجاج على المنافقين في طريق تبوك يقول تبوك منطقة بين المدينة والشام وغير ذلك من كيدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله على العقبة بالليل قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام لقد رامت قصدت لقد رامت الفجرة الفجار ليلة العقبة عقبة سابقا ذكرنا منحدر من الجبل صعب العبور فهناك وادي وهناك جبل فمنطقة وعرة صعبة ضيقة إن نفرت الإبل فتسقط الإبل ويسقط من عليها لقد رامت الفجرة ليلة العقبة قتل رسول الله على العقبة في هذه المنطقة ورام من بقي هؤلاء إذا قصدوا أن يقتلوا رسول الله اللي خارج إلى تبوك من بقي في المدينة أراد قتل أمير المؤمنين خلاص الرسول له قتله أمير المؤمنين من قتله انتهت القضية الحكم بيتهم الأمر بعد يفعلون بالحكم ما يشاءون لقد رامت الفجر ليلة العقبة قتل رسول الله صلى الله عليه واله على العقبه ورام من بقي من مرده المنافقين بالمدينه قتل علي بن ابي طالب عليه السلام فما قدروا على مغالبه ربهم، طبعا واحد ما يتمكن ان الله غالب امره جعل الله لكل شيء قدره ما يقدرون المغالبه على الله حملهم على ذلك ماذا؟ حسدهم لرسول الله صلى الله عليه واله في عليا لما فخم او لما فخم من امره وعظم من شانه. أمير المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكره ويفخم أمره ويعظم أمره من ذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة وقد كان خلفه عليها وقال له جبرائيل للرسول قال جبرائيل وقال له يعني قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب جبرائيل أتاني وقال لي يا محمد ان العلي الاعلى يقرأ عليك يقرا عليك السلام ويقول لك يا محمد اما ان تخرج انت ويقيم علي او تقيم انت ويخرج علي لا بد من ذلك لا يخرج كلاكما معا ولا تظلا معا احدكما يخرج فان عليا ندبته قد ندبته يعني كلفته دعوته لاحدى اثنتين الخروج او البقاء هو مخلف على ذلك لا يعلم أحد كنه جلال من أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري يعني لا يعلم أحد غيري كنه جلال من أطاعني فيهما يعني في القضيتين في خروج الرسول صلى الله عليه وآله وبقاء عليا من أطاعني فيهما يعني من سلم لي من قبل بذلك قبل في خلافة أمير المؤمنين الله يقول اللي يقبل بخلافة أمير المؤمنين هذا له لا يعلم كم أعطيه من الجزاء والثواب لا يعلم أحد كنها حقيقة جلال من أطاعني فيهما هذا جليل اللي يطيعني في هذين القضيتين في التسليم بخروج رسول الله وخلافة أمير المؤمنين اللي يطيعني هو جليل عظيم عندي وعظيم ثوابه وله ثواب عظيم مني غيري أي واحد غيري ما يعرف اللي يتبع علي بن أبي طالب شنو مكانته عند الله عز وجل فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن فيه فقالوا من له المنافقون هو هذا شغلهم من له سئمه كره صحبته لذلك ما أخذ وياه فتبعه علي عليه السلام حتى لحقه وقد وجد غما شديدا عما قالوا فيه هل خالف أمير المؤمنين الأمر بالخلافة لا هو خليفة ولكن خرج يوم وعاد يوما هذا ما ينافي الخلافة وهنا بما أن القضية انتشرت فكان يمكن إظهار الأمر للكل انتشر في المدينة أن أمير المؤمنين بقي لأن الرسول يكره أن يصطحبه وياه فبعد ان ذكر الرسول صلى الله عليه واله حديث المنزله انتشر في كل مكان لانه صارت بلبله وعموما في البلبله تنتشر الاخبار السلبيه او الايجابيه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما اشخصك يا علي عن مركزك؟ فقال بلغني عن الناس كذا وكذا فقال له الرسول صلى الله عليه واله اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. عندما ذكر هذا عاد امير المؤمنين. إلى أن نكمل الرواية هذا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين